هذه الجماهير التي تتنفس مرة أخرى كرة القدم، الشعب الذي يعشق الساحرة المستديرة تعود إليه الأنظار مرة أخرى قبيل الصافرة. أكيد من الحكم السيد علي محمود اختار اليوم في حراسة المرمى رقم 1 محمد لامينز ماموش. بقيت الأسماء على المستوى الدفاعي رقم 19، وتجانس بعض اللاعبين وحضرت بعض الأسماء في المنافسات الخارجية. في الجهة المقابلة بينما كرة خطيرة من القلب من خلف المدافعين، خروج محمد لامينز ماموش، ماموش في المكان السليم الحاضر في قلب دفاع فريق القوة الجوية. لمسات لعبات راضي شنيشل يتحدث على أن المباراة صعبة أمام فريق جزائري قوي، أمام فريق جزائري محنك، أمام فريق جاهز بدنيا وجاهز في كل شيء في هذا المساء، لأن مباراة العودة في 5 جويلية في الملعب الشهير في الجديد الجزائر ستكون مباراة صعبة تماما. في الملعب الدولي هنا في العراق كرة تعود من جديد، صراع كبير تعود للقوة الجوية، محاولة الانطلاق من المنتصف بينها دفاع خطورة. محمد قاسم، محمد قاسم الشاب الخطير، عرضية محاولة بالراس إلى خارج أرضية الملعب. محمد قاسم الوافد الجديد الرقم الصعب الشاب الخطير في أول فرصة، هذه لازالت خطورة، ممكن عرضية، الدفاع والتسديدة ممكن، عادت بشكل سليم، تعود مرة أخرى من حمادي أحمد. صافرة الحكم وخطأ لمصلحة محمد عبود. محمد علي عبود يتحصل على الخطأ في هذا المكان بعد الاحتكاك اللي كان واضح بينه وبين اللاعب بن خماسة. مش ممكن يا محمد قاسم، هذه الموهبة الكروية العراقية التي يتحدثون عنها قادمة بقوة. مع من سيضرب الكرة أخيرا؟ صالح سدير، صالح سدير هو الذي يستعد للكرة القادمة، مرت بجانب القائم الأيسر وضاعت إلى خارج أرضية الملعب من الأزرق الجوي. الجو يبدأ بكرة جوية لكنها لم تأتي بأي جديد، بل أنها ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. مباراة العودة في ملعب 5 جويلية، هذه كرة عرضية، هذه فيها خطورة، الفرصة لازالت قائمة، الإبعاد موجود من سامح سعيد، تعود من رضوان، رضوان الشريفي خليها إلى رمية التماس أمامنا في الصورة لكن لم تأتي بالشكل المطلوب. وكرة بأقدام اللاعب محمد مفتاح يرفع الكرة، هذه خطيرة على مستوى القائمة الثاني. ماذا تفعل يا محمد بن يحيى؟ كرة ضاعت بشكل غريب، الأجواء حارة أكيد بالنسبة للفريق الجزائري، لم يتعودوا هذا الجو ولم يعرفوا هذا الجو، لكن اليوم قالها بشكل واضح وصريع بودربان. نتابع وننتظر. بالنسبة للمدرب السيد تيري فروجر، من الاختيار القادم؟ الاختيار ممكن يكون مختلف تماما على ما نشاهد وما نتابع وما نحلله، لكن في النهاية سننتظر. هذه الجماهير الكورفاسوت الجوية حاضرة في المدرجات، خلينا نعيش على أجواء أول 28 دقيقة ونتابع ما الذي سيجري في اللحظات القادمة في هذه المباراة. أمامك محمد مفتاح، ما فيش مفاتيح اليوم يا محمد مفتاح. هذه الكورفاسيد الجوية تعيش الليلة على واقع الألوان الزرقاء وذكريات التاريخ. الحكم الكويتي الدولي علي محمود حتى الآن واقف بشكل ممتاز، هذه كرة فيها خطورة، رضوان شريفي تلعب بالنار، التغطية الدفاعية حاضرة من الملعب الوطني هنا بالعراق. الجماهير الزرقاء حاضرة في المدرجات تساند المملكة العربية السعودية عند 8 ألقاب وتونس 6 ألقاب، الجزائر والعراق 4 ألقاب، المغرب لقبين. هذه كرة فيها خطورة، هذه صعبة، محمد قاسم تأخر، محمد قاسم، محمد قاسم تأخر في الكرة لكن الفرصة لازالت قائمة، تسديدة قوية والحارس ماموش في المكان السليم. قبلها كانت صافرة الحكم، يمكن همام طارق اليوم غير موجود لكن سعد ناطق بدأ المباراة منذ البداية بعد طبعا التجربة القصيرة لكلاهما. بينما هذه الكرة تعود من جديد، الخطورة لازالت موجودة، يا سلام يا سلام يا سلام، خطيرة، حمادي أحمد على الطاير، حمادي أحمد على الطاير، فرصة أخرى عراقية. على فكرة بدأ الفريق العراقي يقترب من المنطقة الصعبة، علي حسني حتى له بشكل سليم،
وحمادي أحمد أمام المرمى بتسديدة ممكن تقول أنها كانت صعبة، لكن هذه طريقتها يا حمادي. لا أهداف حتى الآن، فرصتين للفريق العراقي. يا هتأخذ هذه خطرة، هذه صعبة تسديدة، لكن وين يا فوزي، وين يا فوزي يا هذه بعيدة تماما إلى خارج أرضية الملعب، تضيع من فريق ومن نادي اتحاد العاصمة وبالتحديد من فوزي يا صاحب 28 سنة، النجم اللي كان يلعب في أولمبيك بجاية وكان يلعب أو في مولودية بجاية عفوا. شوف هذه الكرة لمحمد قاسم، ممكن الضغط اللي كان من رضوان شريفي كان بشكل ممتاز، وانفلتت الكرة من محمد قاسم. فرصة الأول يا محمد قاسم كانت قريبة جدا. هذه واحدة أخرى، حمادي أحمد راح يحط الكرة، تسديدة قوية. لا 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 لا، صالح سدير، أين الشباك؟ ألم ترى الخشبات الثلاث يا سدير؟ مش ممكن على كرة أخرى، قلت لكم في أي لحظة ممكن الجوي يلدغ اليوسما، ممكن الجوي يضرب الحمرة في أي لحظة. هذه الكرة الخطيرة وهذه الضربة الصعبة لم تأتي في الشباك، مش ممكن يا سدير. كودري يحافظ على كورته، يلعبها طويلة، يغير الاتجاه كاملا إلى الجبهة اليسرى مع وليد، وليد عرجي، وليد ممكن يمر، وليد عنده فرصة التسديد إلى خارج أرضية الملعب. ركنية جزائرية بعد التدخل اللي كان من فهد طالب. أمامك فهد طالب في الصورة، الحارس الذي لم نراه كثيرا في هذا المساء، أبعد الكرة بشكل ممتاز فهد. 23 سنة لهذا الحارس الشاب الصغير اللي ممكن انضم للمنتخب العراقي بعد أن لا لعب. فوزية يعود للخلف، الكرة ممكن، صافرة الحكم الدولي السيد علي محمود. تري أحداث وزمن والشوط المباراة الأول بتعادل سلبي، هل فريق اتحاد العاصمة يسير المباراة لأنه يعلم أن مباراة العودة ستكون صعبة على الفريق العراقي في بلاد الجزائر في ملعب 5 جويلية، أم أنه يعاني من درجة الحرارة التي وصلت إلى 36 ونحن في مساء وفي ليل العراق؟ هذا الحكم الدولي السيد علي محمود يطلق صافرة بداية شوط المباراة الثاني بدون أي تعديلات ولا أي تغييرات من المدرب الفرنسي تيري فروجر وحتى من راديش نيشل مدرب الجوي في هذا المساء. ممكن كان هناك تبديل اضطراري، إذن كرة في مكان مناسب جدا، كرة في مكان مناسب لكنها بعيدة تماما بدون أن تشكل أي خطورة. المجموعة القوية الصعبة حتى الآن بالنسبة لاتحاد الجزائر، هذه كرة فيها خطورة، تسديدة قوية، زكريا بن شاع والحارس فهد طالب. كرة كانت صعبة على الحارس، كانت صعبة على فهد طالب في اللقطة الماضية، مش ممكن. شوف التسديدة القوية اللي سددها بن خماسة، كانت صعبة على الحارس لأن ممكن ضربت الأرض، هذه من أصعب الكرات على حراس المرمى. بن شاع والمتابعة لم تكن بالشكل المطلوب، الكرة ضاعت، وصلت من جديد. فوزي يايا يعمل الزيادة العددية، ينطلق بالكرة لوحده، سيغير إلى اليمين، يحط حمزة كودري، أسامة شيتا في سماء المسرح إلى المدرجات على طول، ما فيش كلام. راديش نيشل تبديل وحيد حتى الآن، النتيجة لازالت 0-0 والركنية لفرقة الجوي. عرضية ما فيهاش حلول، لازالت قائمة. حمادي أحمد يحافظ على الكرة، محمد قاسم عرضية ممكن بالرأس، كل يضيع، فرصة تضيع برأسية بل ترجع للوراء، مش ممكن من كلا الفريقان في الحقيقة، لكن ممكن بعض المرتدات لفريق القوى الجوية. هذه تسديدة قوية إلى خارج أرضية الملعب. الكاميروني نيك ميكساس النجم اللي ممكن تعاقد معه الفريق، والمهاجم الكونغولي برانس إبارة الموجود في مقاعد الاحتياط اليوم. هذه كرة فيها خطورة، ممكن التسديد من بعيد، لكن العرضية. لاعب مميز عماد محسن، عماد مصطفى معانا مرة أخرى، إلى مصطفى يلعب العرضية، هذه خطيرة لكن الحكم يقول أنها ركلة مرمى، ما فيهاش ركنية يا حمادي أحمد. هذا حمادي أحمد أمامنا في الصورة، الكابتان ونجم الكرة العراقية 28 سنة، كان يلعب في فرقة سمراء قبل أن ينتقل في 2010، لذلك يبقى دائما واحد من الأندية مع الزوراء من الأندية الكبيرة جدا. بينما دي كرة زكريا بن شاع، خطيرة، فرصة، جول 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 لليوسما، بن
شاع لوحده يطير، يحط الكرة والكرة في الشباك، الكرة في الشباك يا سادة. هدف أول لفرقتي ولنادي طبعا اتحاد العاصمة بطريقة جميلة. وتبديل آخر سيأتي بالنسبة للفريق العراقي بدخول اللاعب اللي أمامنا في الصورة، اللاعب رقم 16 كرار نبيل. هذا كرار نبيل، هذه خطارة، والتعادل يضيع، التعادل يضيع من الجوي في كرة خطيرة جدا كواحد من صفقات الفريق في هذا الموسم. كرة تعود من جديد، كنترول، هذه خطيرة، هذه خطيرة، تسديدة قوية والكرة تضيع. أوي 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 على كرة خطيرة يا كرار، كرار نبيل في أول ضربة، في أول فرصة، في أول لمسة كاد أن يأتي بهدف التعادل، في فرصة حطها له حمادي أحمد، لكن الكرة كانت بعيدة عن المرمى وذابت ركلة مرمى في أول لمسة ممكن لكرار نبيل في تشكيلة فريقي